مشاهدين في البيوت يسألون سؤال جدا مهم. عيالنا متميزين وعندهم مواهب وعندهم إمكانية أنهم يشاركون في البرامج هذه، أنهم يطلعون يعني. جميل. ودنا أنهم يشاركون. في مجال مفتوح ولا ما في؟ والله من أجل هذا أتينا. أتينا. نعم. الله الله. أول شيء شكرا لفريق مجد الأطفال اللي صنع هذه البرامج، وكان هدف صناعة هذه البرامج هي برامج تشاركية تفاعلية مع الجمهور. يا سلام. فإذا استعرضنا برامجنا كلها الآن أنها كلها مشاركة مع الجمهور في كل البرامج. بنبدأ الآن حنا اليوم مع المشاهدين بنعرفهم على كيفية المشاركة في كل برامجنا، وسهلنا الوصول لنا بأسهل الطرق. أسهل طريقة الآن موجودة هي عن طريق الواتس أب. قلنا حنا صح إنه في بعضها منصات موجودة، ولكن طريقة الواتس أب إرسال أرقام معينة أو إرسال أسماءهم، حنا بنتواصل معهم وبيشاركون في برامجنا. بننطلق على طول في أولى برامجنا اللي شافوها في برنامج اللعيب. برنامج اللعيب هو برنامج تنافسي ما بين الأطفال يشاركون فيه، فاللي حاب يكون من ضمن ضيوف هذا البرنامج ما عليه سوى إلا أن يرسل اسم البرنامج أول شيء برسالة واتساب، والرقم الآن ظاهر على الشاشة. رقم على الشاشة الآن. إيه نعم، الآن ظاهر على الشاشة. يرسل اسم البرنامج، يقول برنامج اللعيب. حلو. واسمه وعمره والرقم التواصل. الشباب يعني عندنا نعم. اللعيب عبد الله حبيب. أيوة. العمر كذا سنة، كم عمرك عبد الله؟ 15 سنة. أيوة. ورقم جوه خلاص، رقم الجوال للتواصل. في حد للعمر؟ في رقم آخر يعني أنا 15 سنة أقدر أشارك؟ أي نعم. برنامج اللعيب في حد للعمر. أي بقول لك الآن في كل برنامج له فئة عمرية معينة. برنامج اللعيب متاح إلى المرحلة المتوسطة. حلو. إضافة السنة هذه أو البرنامج في الفصل الدراسي الثاني هو إضافة العائلة، يعني شارك معنا خال، حضر معنا مع بناته. ايوه اولاد، احنا اولاد وبنات عادي يشاركون في برنامج اللعيب اذا كانوا عائله حضروا معنا. يعني مثال اب بيجي مع ولد وبنته يشاركون معنا، هذه اضافه في البرنامج. برنامج اللعيب السنه هذه. جميل. ايضا بعض النجوم يمكن يشاركون مع ابنائهم واولادهم يحضرون معنا، فاللي من اهل الرياض او حتى من ضواحي الرياض، احنا حاولنا تصوير برنامج يكون في يوم الخميس وفي الويكند عشان يكون قريب اللي بيحضر معانا، وفي حضر معانا كانوا من القصيم ومن ضواحي الرياض من أحواس، يمديهم يجون. نعم، يحضرون معانا ويشاركون. حلو. ولكن بالتنسيق مبكر وإرسال رسالة بالاسم أو والعمر واسم البرنامج ما قبل. ممتاز. هذا برنامج هذا اللعيب إلى المتوسطة، إلى المرحلة المتوسطة. هذا بشأن البنين، مرحلة متوسطة البنات، المرحلة الابتدائية. ولكن بشارك مشاركة العائلة، أو إذا ما في أحد عنده عائلة بشارك هو بنفسه يرسل. وحنا ندمجه مع فريق يكون معنا عادي برضو. كل الخيارين متاحة، كل الخيارين متاحة. جميل. البرنامج الثاني، البرنامج الآخر، برنامج هي وهو. حلو. برنامج المنافسات يقدمه الأستاذ عبد الوهاب السلمي. صح. مع أيضا مساندة نخبة من النجوم أيضا يشاركونا في هذا التقديم، هذا البرنامج عبارة عن بصالح ووليد بصالح وحلقة من حلقات وليد حنفي والمذيع رياض الخبران بعض الحين يشارك محمد المحسن مجموعة من النجوم. ولكن البرنامج عبارة عن أنه ولد وبنت أخوين يعني يتشاركون في تحدي. حلو. مع المشاهدين عبر الاتصال. المشاركة هنا أمرين: واحد، المشاركة بحضور الاستوديو، بيشارك معنا في الاستوديو استوديو الرياض مباشر. يرسل رسالة أيضا للرقم الموجود، اسمه ويعني العمر إذا كان من البنين أو البنات. الله. وطريقة المشاركة يقول حضور الاستوديو، عرفت؟ على نفس الرقم، على نفس الرقم نفسه. ليه في خيار ثاني غير الخيار الثاني؟ هو الاتصال بالبرنامج. وطريقتنا في البرنامج هذا حنا نتصل عليه. هي وهو حنا نتصل عليه ويشاركنا. ايوه، ويساند معنا من فريق هي او فريق هو، فقط ما عليه الا يكتب اسمه. حلو. واسم البرنامج هي وهو، ويكتب اتصال ويحط الرقم. حنا بنوزع الجدول هذا على الايام، ويشاركنا ان شاء الله باذن الله باتصال. هذا بشان برنامج هي وهو. طيب عادي اخذ اسئله من الهاشتاج وانت تسولف؟ ما في مشكله. طيب عشان نكمل البرامج. طيب برنامج بنات، لين يجهز السؤال. برنامج بنات عباره عن مشاركتين ايضا في البرنامج، اما بالاتصال الحي مباشر، احنا نضع الرقم على الشاشه ويتصلون. حلو. اما الامر الثاني في برنامج بنات وهو الامر المهم عندنا هو المواهب من البنات. جميل. يشاركون عندنا فقره خاصه بالمواهب، فاللي عندها موهبه معينه وفي مدينه الرياض، اذا كانت خارج مدينه الرياض ما في مشكله ناخذها باتصال، ترسل لنا ايضا عبر الرقم الموجود على الشاشه. جميل. تكتب اسم البرنامج بنات والعمر وايضا اسم البنت المشاركه ورقم التواصل، وحنا ان شاء الله باذن الله نتواصل معها. جميل. طيب الان انا لو بشارك في البرنامج وافترض ان عمري مقبول مثلا، تمام؟ أيوة. وفي شيء اسويه ولا اجيكم على طول؟ أيوة. اخذ اي جوال وارسل؟ اي، سؤال مهم جدا، وهذا بنعرج عليك كنت في نهايه هذا، ولكن جميل نعرج عليه من الان. إحنا هدفنا مشاركة الأطفال مع أهاليهم، ولكن قبل كل شيء هي استشارة الأهالي. يعني حتى لو شافوا رقم الآن موجود على الشاشة، مو على طول الولد أو البنت
يرسل مباشرة أني أبغى أشارك. لا استشير لك يعني كل أحد يرسل أنت ترجع تتكلم أهله. والله حنا نسأله هالسؤال إني شاورت أهلك أو كذا، لأنه بعض الأرقام أصلا أرقام أهالي أباء والأمهات وهو هذا الصح، فحنا نتواصل معهم لأخذ الإذن. طيب وهذا الأمر مهم جدا. ليش يعني الواحد يستشير؟ أي نعم، ها يعني والدي. بصراحة هذه الرسالة مهمة جدا للأباء الآن مع يعني وجود وسائل التواصل الاجتماعي. كثير ما نفتح إنه في السناب أو في الواتس أو شيء، اشترك الآن، ارفع الشاشة وادخل على البرنامج الفلاني. فلابد إنه يعودون الأطفال المنبرين وبنات على الرجوع للأهالي. مو أي برنامج تشوفه على الشاشة، حتى لو كان برنامج إيجابي وبرنامج ناجح، إنك على طول تروح وتشترك فيه. لا، تواصل مع الأب والأم، استشيرهم، شاورهم في هذا الأمر. والأباء هم اللي يتواصلون معنا، وجميل إنهم اللي يتواصلون بالأرقام وحنا نتواصل مع الآباء والأمهات، لأنه في يعني بعض البرامج قد تحتاج إلى سؤال معين، إلى يعني مشاركة معينة. فجميل الاستشارة قبل جميل. المشاركة حتى في برامجنا حنا في قناة مجد الأطفال. طيب جميل. ننتقل الآن للبرنامج. ترى وخلاص وقتك قرب ينتهي. طيب على طول أجل نتكلم في البرامج، لأنه عندنا برامج مهمة. برنامج الأول، برنامج الأول هو برنامج خاص بالمدارس اللي يشاهدون الآن من رواد النشاط ولا شيء يريدون أن يشاركون معنا، إرسال أيضا اسم المدرسة على نفس الرقم يشاركون معنا بإذن الله في البرامج. أيضا برنامج صوت الصورة، حنا نغطي الفعاليات الموجودة في المدارس وفي أي فعالية خاصة بالطفل يتواصلون معنا أيضا عبر نفس الرقم. سهلنا الضغط على الرقم، حنا سهلنا المهمة، حنا حنتعب ولكن سهل مهمة للجمهور يتواصلون معنا. هي هو بس أبعرج على البرنامج، هي هو أنه في منصة خاصة هي وهو لإرسال ايوه، واتمنى يمكن نشر الكتروني يغردون فيها، يغردون فيه. هو منصه خاصه بالتواصل في هي وهو فقط، اما البرامج الثانيه يشاركون. حاره وجاره بشكل سريع، حاره وجاره ارسال فيديوهات عندنا في عيال الحاره، يرسلون فيديو. ما في مشاركه مباشره في الاستوديو، وفي مشاركه ايضا مباشره معنا في الاستوديو. نعم في لا في الاستوديو ما في مشكله، اكتبوا لنا يريدون مشاركتنا، احنا نستضيف في الحلقه من طفل لطفلين يعني مستجدين معنا من باب انهم يشوفونا. بشكل عام، بشكل عام برامج قناة مجد برامج تشاركية مع الجمهور. الرقم الظاهر الآن عندكم، أي طفل يرى نفسه فيه موهبة معينة، يرى نفسه انه يستطيع في التقديم من بنين أو بنات، يرسل لنا فيديو بعد مشاورة يعني الأهل. جمهور قناة مجد هو في البيت شاف برنامج عجبه، يكلم والده يكلم والدته، يراسلون البرنامج وبإمكانه يشارك. الأمر المهم جدا كتابة اسم البرنامج قبل الرسالة، وبرسالة واحدة حتى يتمكنون شباب الفريق من التمحيص وأيضا الله يسعدك. عندي بس سؤال أخير. في برنامج اللي قبل شوي شفناه هو اسمه توقيت ماسا، نعم. ليش جايب تميس معك؟ ايوه هذا كنا نتكلم عن السعرات الحراريه. طيب يعني لازم نرجع يعني ابو الوليد نرجع للبرنامج بكره، تابعونا ان شاء الله حلقه جديده ان شاء الله باذن الله تعالى. يعطيك العافيه ابو الوليد، وشاكرين وجودك معنا. شبكه المجد، القنوات الامنه للاسره.